قبل ما اروح لاخبارنا النهارده، في حد دايما انا الحقيقه مش فاهم، هو دايما بيتعمد ان هو يصطاد في الماء العكر، ودايما لما بيجي يتكلم هو دايما بيحب يعمل فتنه ما بين الجماهير، في وقت احنا كنا دايما بنطالب بالتهدئه. وادي حضراتكم شايفين مجلس اداره النادي الاهلي مع مجلس اداره الاتحاد، جماهير الاهلي مع جماهير الاتحاد، ولكن الناس دي بتحب تعمل فتنه، بيحاولوا دائما ان هم يزيفوا الحقائق ضد النادي الاهلي. انا طبعا مش هعرض كلامه، لكن هوضح لحضراتكم مضمون ما قالوا من عبث حقيقي. هو عبث، هو بيقول ان عدم ضغط مباريات الاهلي بعد العوده من كاس العالم للانديه هيضر كره القدم المصريه والمنتخب والدوري الممتاز، وكان ناقص كمان يقول هيضر دول العالم كلها. تحريض واضح وصريح على الاهلي بدون مبرر. هو الدوري ده لو اتاخر 20 يوم ولا حاجه هيضر المنتخب في ايه؟ انا عارف ان انت بتعمل اي حاجه علشان فريقك، حلو جدا، ما تدخلش النادي الاهلي في كلام معاك. طيب هو لو كان فريقك هو اللي هيشارك في كاس العالم، يا ترى، طبعا انا عارف ان ده صعب، ولكن يا ترى كنت هتعمل ايه؟ دايما من الاساسيات ان انت تكون على مبدأك وموقفك، لانه المبادئ في كرة القدم لا تتجزأ. الدوري لازم يتم مراعاة مشاركة النادي الاهلي لانه بيمثل مصر كالعادة. الاهلي ما بيلعبش باسم نفسه، هو ممثل لكرة القدم المصرية والقارة الافريقية باللوائح وبالقوانين. الاهلي بيلعب باسم مصر في كل المحافل الدولية والعالمية، زي ما المفروض كلنا نكون جنب النادي الاهلي ونشجعه، مش نحاربه ونسخن الاجواء حواليه ونسخن الاجواء بمثل هذه الطريقه العبثيه. الحقيقه على العموم انا واثق وعندي ثقه كبيره جدا من رابطه الانديه برئاسه الاستاذ احمد دياب واتحاد كره القدم ومسؤولي اتحاد كره القدم من مراعاه هذا الامر، حتى لا يتكرر سيناريو الموسمين الماضيين بضغط مباريات النادي الاهلي بشكل كبير، وده بيؤثر على الفريق. طبعا هو هذا الشخص تناسى الكلام اللي انا بقوله، او تناسى جمله انا قلتها. انا قلت وانا بتكلم يومها من يوم الاربعاء على ما اتذكر، انه يا جماعه تحصل حاجه بالاتفاق ما بين النادي الاهلي ولجنه الانديه ورابطه الانديه المحترفه واتحاد كره القدم، ويستفيد منها ال 17 نادي، ويبقى قاعد فيها ال 17 نادي ويتفقوا. وبالمناسبه انا كلمت الحاج عامر حسين وقلت له هذا الكلام وقلت له هذا الاقتراح. قلت له يا حاج عامر انا رايي ان حضرتك تعمل قعده موسعه لكل ال 18 نادي خلال الفتره اللي جايه علشان نتعاون في صالح كره القدم المصريه، ولكن للاسف الشديد مثل هؤلاء الاشخاص هم اللي دايما بيودونا للفتنه وبيودونا ان احنا دايما يبقى في تعصب. نصيحه هقولها لك في ودنك، راجع نفسك كويس وبلاش تحط النار جنب البنزين. لازم دايما نفكر بعقولنا شويه، عشان المرحلة اللي احنا فيها دي مرحلة تطييد وفكر راقي وبناء محترم في كل المجالات. احنا بنتكلم في الجمهورية الجديدة، واللي انت بتعمله وغيرك بيعمله بيرجعنا سنين كتير جدا لورا. حافظ على ناديك واعمل اللي انت عايزه على ناديك، ولكن ما تسخنش وما تثرش التعصب بكلامك ما بين او على نادي الاهلي. حضرتك بتضر الصالح العام.